السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا المحاضرة الخامسة للطحالب اليوغلينية، وهي سلسلة من سلسلة محاضرات المجاميع النباتية الطحالب للكورس الأول. الطحالب اليوغلينية أعزائي الطلبة تختلف عن بقية أنواع الطحالب، راح تتميز بخصائص منفردة بها من دون غيرها من الطحالب، كون أنها سلوكها حيواني، وكون أنه مو جميع أنواعها تحتوي على نظام بناء ضوئي فوتوسينثيسيس، حيث أن بعض الأنواع منها تحتوي على البلاستيدات الخضراء والبعض الآخر لا تحتوي على بلاستيدات خضراء. تحصل على المواد الغذائية من خلال الفجوات الغذائية. الأنواع القادرة على القيام بالبناء الضوئي بالطبيعة راح تمتلك بلاستيدات خضراء ثلاثية الأغلفة، تحتوي نوعين من أنواع الكلوروفيل اللي هو نوع الألف ونوع بي. تكون هذه الأنواع قادرة على إنتاج السكريات الأولية والسداسية، ثم تقوم ببلمرتها إلى حبيبات بما يسمى بالباراميليوم، تربط بينها أواصر بيتا من 1 إلى 3. أغلب هذه الأنواع راح تكون مختلفة، يعني حيث الخلية تكون إما مصوتة لديها صوت واحد أو لديها صوتين. الأنواع التي تحتوي على أخدود أو بلعوم، تقع هذا الأخدود أو البلعوم في بداية الخلية المنفردة أو في مستعمرات تكون فاقدة للجدار الخلوي، ولكن يحيط نفسه بغشاء بلازمي وما يسمى بطبقة البيليكل. بالنسبة للتصنيف، تصنيف الطحالب اليوغلينية، تعود الطحالب اليوغلينية من حيث الكينغدوم إلى بروتيستا، أما بالنسبة للديفيجن فهو يعود إلى اليوغلينوفايتا. والكلاس راح يكون يوغلينوفايسيا. أما الرتبة راح يتحول، يعني يحتوي على نوعين من الرتب. الرتبة الأولى هي اليوغلينالس، أما الرتبة الثانية هي اليوتري بيتاليس. هذا النوعين من أنواع الرتب الأنواع اليوغلينة. نجي على الصفات العامة مثل ما تعودنا في كل محاضرة. نأخذ الصفات العامة للطحالب أو البكتيريا الخضر المزرقة أو الطحالب الخضر بصفات عامة. تتميز الطحالب اليوغلينية أنها تكون سباحة من خلال الأصوات، إما تمتلك صوت واحد مثل ما قلنا قبل قليل، ومثل ما هو كذلك في الطحلب اليوغلينة، أو أحيانا تمتلك صوتان كما في الطحلب اليوترو بيتا. تمتلك بعض أنواع هذا الأنواع من الطحالب أجزاء وقائية شبيهة في تركيبها بالبلاستيك، يعني تحمي نفسها من خلال هذه التراكيب الوقائية التي تشبه البلاستيك، مثل في جنس التراكلوموناس، هذا أشرت لكم عليه تراكلوموناس. تمام. والتي تدعم بعناصر معدنية تضفي عليها لون بني داكن. راح نشوف أنه جدار الخلية أحيانا مفقودة وتحاط بدلا عنها بغشاء بلازمي تركيبه بتركيبة خاصة مثل ما قلنا قبل قليل نسميه بالبيليكل. هذا البيليكل راح يتكون من مواد بروتينية تكون متحدة مع غشاء البلازمي للخلية الطحلبية من الداخل، وهي تحيط بجميع أجزاء الغشاء البلازمي. من الصفات أيضا للطحالب اليوغلينية أن أفراد الأنواع هذه تكون أحيانا قادرة على عملية البناء الضوئي، وتكون بوزيتيف للمصدر الإشعاع أو الضوء، والناتج عن حبيبات صبغية تحتويها هذه الأنواع من الطحالب وتسمى بالآي سبوت.
هاي سبوت. نعم، بالنسبة للمرحلة للصفة الرابعة، الاستجابة راح تكون إيجابية للمصدر مثل ما قلنا، وتحفز النواة على الإعاز للأصوات اتجاه نحو الاستفادة منها. يعني الصوت راح يكون مستجيبة لمصدر الضوء، من يانا اتجاه ذي يجي الضوء راح يكون الصوت متحرك اتجاه ذلك الضوء للوصول إليه، أي أنها تمتلك صفة استقطابية. الأنواع القادرة على القيام بالبناء الضوئي تتبلمر الجزيئات السكريات الأحادية الكلوكوز مثل ما قلنا إلى حبيبات وسميناها بالبارافيليوم، وتكون محاطة بغشاء سواء تتواجد في السيتوبلازم أو تتواجد في البلاستيدة الخضراء. البلاستيدة الخضراء شلون هي؟ راح نشوف البلاستيدة الخضراء في الطحالب اليونية قرصية ثلاثية الأغشية، وتمتلك العديد، خلينا نروح على الصورة، هذه الصورة على ما تكون واضحة من نحكي عن البلاستيدة. البلاستيدة هذا الكلوروبلاست، راح نشوف انه تمتلك العديد الأغشية التمثيلية اللي هي ثايلوكويت، وتكون موزعة داخل البلاستيدة الواحدة في هيئة ثلاثية، تحتوي على الصبغة الكلوروفيل من النوع أي وبي، وصبغتي ألفا وبيتا من الكاروتينات الكاروتين، إضافة إلى الزانثوفيل. نعم، عندنا الأنواع الغير القادرة على القيام بالبناء الضوئي راح تكون فاقدة للصبغات الضوئية، عكس الأنواع اللي هي قادرة على القيام بالبناء الضوئي. في بلاستيداتها تتغذى بطرق مختلفة باعتبارها أنها غير معتمدة على البناء الضوئي، فشلون تحصل على الطاقة؟ من خلال يعني الطرق مختلفة، مثلا المختلطة الإجبارية أو التغذية الإجبارية اللي نسميها بالأوبليجيت ميكسيتروفيك، أوبليجيت ميكسيتروفيك هأشر لكم عليها. هنا تكون إجبارية أو تكون التهامية مثل الفاغوتروفيك، أو تكون أوزموزية الأوزموتروفيك. من أيضا الصفات التي تحملها الطحالب اليغلينية هي أن النواة تحوي على النوية، والنوية هذه تكون فعالة وواضحة. أفراد هذا الأنواع المختلفة لهذا القسم من الطحالب طبعا تكون إما الظروف البيئية مناسبة إلها أو غير مناسبة إلها. إذا كانت المناسبة غير مناسبة راح تسوي تحمي نفسها بإحاطة الخلية بفجوات أو تراكيب كيسية مثخنة حتى تحمي جدارها. مثل كل طحلب أخذنا أنه ما تكاثر تكاثر جنسي أو تكاثر لا جنسي، عندما تكون الظروف البيئية مناسبة راح يكون تكاثر جنسي ويسوي الزوسبور، أما عندما تكون الظروف البيئية غير متاحة أو غير مناسبة راح تنقسم مايتوسيس، يعني انقسام خيطي وتتكاثر. وين تتواجد هذه الأنواع؟ أكثر يعني تواجدها تكون في المياه العذبة أو متوسطة الملوحة، يعني ما توجد في المياه المالحة، يعني مثل مصبات الأنهار اللي تكون مختلطة مثل شط العرب أو المياه المالحة، يعني إضافة إلى البيئة اليابسة. تفضل دائما مواطن المياه العذبة أكثر شيء. وكخيار خير لها تكون متواجدة في المياه المالحة أو في البيئات اليابسة. عندنا وجود صبغة الكلوروفيل بي يدل على أنه هناك يعني صلة قرابة أو قرب لطحالب هذا النوع الطحالب اليغلينية مع الطحالب الخضراء، لكن أثناء تحليل الدي إن إيه أو الآر إن إيه شفنا أنه هناك ارتباط لأفراد هذا النوع من الطحالب مع الطحالب الملونة الكروموفايتة.
من رتبة هذه الطحالب اللي هي يوغلينالس، مشهور جدا يوغلينالس. أفراد هذه الرتبة تصنف ضمن عائلة اليوغليناسياس في الأغلب، وتكون وحيدة الخلية أو مستعمراتها مصوتة بصوت واحد أو أحيانا بصوتين. تقوم بعملية البناء الضوئي عندما تكون الضوء متوفر، ويكون بتكون التغذية مالتها أوزموزية عند فقدان مصادر الإضاءة كما في طحلب اليوغلينا. وتشابهها أفراد الأستاسيا اللي تتميز ببلاستيداتها الفاقدة للونها الأخضر. نجي نلاحظ في هذه الصورة البلعوم الأمامي اللي نسميها بالكونتريكتيل فاكيول، وهي هنا تكون إيجابية التحسس للضوء وتتواجد في المياه العذبة فقط، تتواجد في المياه العذبة فقط. من أفضل الأمثلة على أفراد هذه الرتبة هي اليوغلينا، واللي تكون وحيدة الخلية، شوفوها وحيدة خلية وحيدة مغزلية الشكل، يمتلك صوت أمامي وحيد والعديد من البلاستيدات القرصية الشكل، إضافة إلى الإي سبوت اللي هو البقعة العينية المتحسسة للضوء، والنواة بها جدا واضحة. النواة. هذه كانت محاضرتنا عن الطحالب اليوغلينية.